كذلك تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، حيث أسفرت الجهود خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 35,621 قضية تموينية مستندية وعينية، من بينها 151 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 12,788 اسطوانة، وضبط 169 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 7,787,714 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 358 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت قرابة 154 طن سلع غذائية متنوعة و4 طن أقماح محلية وأكثر من 92 طن أسمدة زراعية مدعومة. كما تم ضبط 805 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 441 طن، وضبط 123 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 431.5 طن. كما تم ضبط 16,086 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 903 طن دقيق بلدي. كما تم ضبط 126 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 1,667.5 طن، وضبط 1,905 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 5,521 طن، وضبط 10 قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 59 طن أعلاف حيوانية، وضبط 12 قضية بيع بأزيد من السعر للأعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 41 طن أعلاف حيوانية، وضبط 121 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية بمضبوطات قاربت 812.5 طن أعلاف حيوانية وما يقرب من 8.5 طن أسمدة زراعية، وضبط 84 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 806.5 طن سلع ومواد غذائية متنوعة وما يقرب من 123.5 طن دقيق أبيض. كما تم ضبط 13,453 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط 840 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 195 طن سلع غذائية متنوعة وما يقرب من 207.5 طن دقيق أبيض، إضافة إلى ضبط 22 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 133.5 طن أسمنت و60 طن حديد. كما تم ضبط 1,244 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 109,069 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 2,721,558 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2,012,439 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 13,312 من قائدي المركبات.
تبين إيجابية عدد 520 سائق منهم، كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2915 من سائقي حافلات المدارس. تبين إيجابية حالة، كما تم فحص 2253 مركبة، وتبين مخالفة 72 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 2258 سيارة و333 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 18563 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 2948 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 3261 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 9204 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 10273 مخالفة ملصقات وضبط 85 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 354,282 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 307,556,508 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1017 قضية، من بينها 598 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 419 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 307 قضية بقيمة مالية بلغت 686,902,357 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 9298 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 20,604,000,000 قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة ب 43,744,135 جنيها.